بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في هذا اليوم الطيب المبارك نحن لجنة زكاة صدقات مدينة معان استلمنا 5 طن من الأرز. طبعا مدينة معان هي من المحافظات الأشد فقرا في بلادنا أو في الأردن، وهي مدينة فيها البطالة وفيها الفقر الشديد وفيها الأمراض وفيها يعني الأمور التي قد تكون غريبة صراحة على بعض مجتمعاتنا في الأردن بسبب الفقر الشديد. لذا أنا أدعو أهل الخير وأخواننا الميسورين الحال أن يطبقوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتعاون مع بعضنا كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون في توادهم وترحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى. فأرجو من إخواننا الميسورين الحال الذين أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى بنعم ظاهرة وباطنة أن يتصدقوا بما تجد به أنفسهم لطعام الفقراء والمساكين في كافة المناطق، خاصة مدينة معان. ونحن كلجنة زكاة لدينا قوام بأسر، ولدينا قوام بالمرضى، ولدينا قوام بالأيتام والعائلات أشد فقرا، ونحن على استعداد تام أن نتعاون مع أي ميسور حال في إيصال الصدقات والزكاة إلى حقوقها إلى أصحابها. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.